صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ منيحة، وانت؟ ماشي الحال. زهرة كيفها؟ منيحة. رايحة على المشغل؟ لا، امي وستي رايحين على المشغل. انا لازم روح شوفها زهر شوي. ليش؟ مشان ترجع تضل عن زهرة. رح ارجع على الشغل مرة تانية. بالنقابة؟ ايه. منيح، موفقة. وانت كمان. احكي مع ممثل الشركة بالأول وعلى حسب قراره أنتوا بتتصرفوا. طيب أنا رح روح هلا. الله معك. مرحبا نيفين، أهلين. أنا مبسوط كثير لأني شايفك هون. رح تبلشي شغل؟ رح أشوف، ما بعرف إذا بيرضى يرجعني رئيس الاتحاد. طيب إذا بدك أنا بحكي لك معه. بعتذر، أنا كنت جاي أحط الملفات هون. كيفك رزا؟ منيحة. أهلا وسهلا. أنا فرحت لك كتير لأنك أخذتي زهرة. قولي شي نيفين، ما في شي بينقال بنوب. انتو من الاول كنتو بتحبوا بعض. انا يلي تصرفت بغباء لاني وحدة ما بفهم. لا، انتي مانك هيك. انتي حبيتي، مو ذنبك، مو ذنبك بنوب. نيفين، انتي رح ترجعي تشتغلي معنا هون؟ ايه ممكن. إذا هيك أنا رح أترك الشغل. رزان، نيفين أنا ما عاد فيني عاملكن مثل وقت كنا رفقات مع بعض. رزان اسمعيني، ما بصير تترك الشغل.